بغداد ابو عز، بغداد ابو عز، بغداد متميز، يملك التسديد القوي في منتصف المرمى، لا حطها في زاويه، وهدف هنا النادي السد عشان تبقى النتيجه بعد مرور 32 دقيقه 3 الترجي 1 السد القطري. وتشافي هرنانديز يعني اخيرا يعني في اللقطه الماضيه، لكن بص بغداد تدرس يا بغداد، الكره القويه اللي على الارض الزاحفه راح معاها الحقيقه بشكل مميز جدا الحارس معز بن شريفيه، لكن بغداد يعني اتبغدد قوي فيها ولعبها بمزاج ولعبها قويه، وثلاث اهداف لمتصدر.